عند جزء هتفك الجرافيك ماشين. كنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن البروسيسورز او السي بي يو، اتكلمنا عن انواعهم واتكلمنا عن الاستراكشر ازاي السايكل بتاعته اللي هي فيتش بيكون اكسكيوت اللي هو فيتش اللي هو فيتش الاستراكشر وديكود اللي هو يفك في الشفره بتاعت الالجوريثم ويعرف هو عايز يعمل ايه واكسكيوت ينفذ المطلوب في الالجوريثم. ده اللي كان موجود في المره اللي فاتت. الالجوريثم بصفه عامه بيبقى بالشكل ده. يبقى عندنا عندنا هنا اسم الاستراكشر اللي هو الكود بتاعه اوبريشن كود والديتا اللي هتشتغل عليها الاوبرنت اللي هتشتغل عليها الاستراكشر. هنا الديتا من R0 6E يعني معناها خزن او ستور، يعني معناها خزن اللي موجود في ريجستر 0 في الميموري لوكيشن 6E. طبعا احنا عارفين الميموري دي اللي هي الرام، كل سيل في الرام واخد ايه؟ واخد ادرس. فالادرس بتاع هنا بتاع الميموري سيل هو 6E وده ريجستر رقم 0 اللي هو في الماشين الهيبوثيتيكال اللي احنا هنشتغل عليها واللي هتيجي لكم في الامتحان تشتغلوا عليها. تمام؟ هنا عندنا الاوب كود اللي هو اسم الاوبريشن والاوبرند اللي هو الداتا هتشتغل عليها الاوبريشن. الاستراكشر بصفه عامه هو عباره عن امر هيشتغل على الداتا. ايه هي الداتا؟ الداتا اللي هي الاوبرند. الاوبرند دي هتكون عباره عن ستور، الستور ده عايز ريجستر وعايز ميموري لوكيشن. فادي الريجستر وادي الميموري لوكيشن. طيب عندنا بعد كده اتكلمنا قبل كده عن مجموعه الانستراكشنز بتقسم لداتا ترانسفير انستراكشنز والاريثمتيك اند لوجيك انستراكشنز وكنترول انستراكشنز. كنترول انستراكشنز. تمام؟ النهارده هنبتدي ناخد عملي ازاي السؤال بيجي وازاي احنا بنحله وازاي بيحصل اكسكيوشن بتاع الانستراكشنز جوه الجهاز. ريجستر 0 وريجستر اس، احنا عندنا كام ريجستر؟ 16 ريجستر. وعندنا البروجرام كاونتر 1 بايت. البروجرام كاونتر قلنا ده اللي بنحط فيه الادرس بتاع الميموري لوكيشن او الميموري سيل اللي فيها الاستراكشر اللي عليه الدور في التنفيذ. علشان السي بي يو او بصفه اخص الكنترول يونت اللي جوه السي بي يو لما تقرا البروجرام كاونتر تعرف تقول ان الاستراكشر الموجود في السيل كذا ده عليه الدور في التنفيذ، فتدي امر للرام ان انا عايزه الاستراكشر الموجود في السيل رقم مثلا 1. فهي تبعت لها الاستراكشر ده فين؟ على الداتا باس. فهي هتبعت الادرس السي يو، هتبعت الادرس بتاع الاستراكشر عليه الدور في التنفيذ هترام للبروجرام كاونتر. ده هنا بيبقى فيه الادرس مثلا 01، هنا 01. هيحصل ان الكنترول يونت هتقرا 01 هتروح تمنع تدي امر للبين ميموري تقول لها انا عايز الانستراكشن اللي موجود الداتا اللي موجوده في السيل 01. الرام هتاخد الداتا الموجوده في السيل 01 وتحطها على ادرس باس، نقل البيانات اللي هو ادرس باس، والادرس باس هيتنقل هنا يتحط الانستراكشن. لما يتحط تحط فين؟ في الانستراكشن ديسك. طب الانستراكشن ديسك هنا 2 بايت بيضمها ميموري سيل 1 بايت، مع ذلك الانستراكشن بتقسم على 2 بايت. على 2 بايت، الانستراكشن الانستراكشن هنا في الهايبوثيتيكال ماشين بتاعتنا السايز بتاعه 2 بايت.
فبالتالي لما بتخزن في الميموري بتخزن في تو سيلز، بتخزن في تو سيلز، يبقى كل 2 سيل مع بعض يمثلوا انستراكشر، يمثلوا انستراكشر. هيتحط الانستراكشر ده في الانستراكشر ريجستر، يبقى كده عملنا حصل له عمليه فيتش. لما تحط الانستراكشر في الانستراكشر ريجستر يبقى كده حصل له ايه؟ فيتش. بعد كده يحصل ديكود وبعد كده يحصل اكسكيوت. دكتور اتفضل. بس بالنسبه للماشين ديت البروجرام كاونتر هنا 1 بايت بس ده ستاندرد ولا هو في الـ في السي بي؟ لا هو هنا دي ماشين احنا بنستخدمها في الماشين هنا 1 بايت تمام، على اساس ان هو الادرس هنا، الادرس هنا كام؟ 1 بايت. الادرس 1 بايت اف اف ده الادرس هنا هيكسيمال، ده مكتوب في الديسيمال. الاف هيكسيمال بكام بت؟ ب 4. والاف الثانيه ب 4 يبقى كده كام؟ 1 بايت. دي الماشين بتقدر تتابع. طيب دي اللي هتجي لك في الامتحان، دي هتجي لك ورقه في الامتحان مع ورقه الاسئله، يعني هيجي لك ورقه الاسئله ومعاها ورقه، الورقه دي بتاعت الانستراكشنز، دي الشفره بتاعت الانستراكشنز، دي انت هنا بتعمل ديكود، بتعمل فيتش، بتعمل ديكود عشان تفك الانستراكشن تعرف هو عايز يعمل ايه، وتعمل سكيورت تنفذ الانستراكشن على الداتا الموجوده في الريجسترز. تمام؟ فهيجي لك الورقه فيها الجدول ده. تعال ناخد اول انستراكشن بقول ايه؟ 1 5 6 سي 1 5 6 سي تمام؟ هنا عندنا الانستراكشن ده معناه ايه؟ اروح للتيبل 1 1 معناها ايه؟ لود. انا عندي اثنين لود، عندي لود من ميموري لوكيشن وعندي لود بديتا. عندي لود بجيب الداتا من ميموري لوكيشن من ميموري سيل، وعندي لود بقيمه معينه على طول، حط القيمه دي في الريجستر على طول، يعني زي اقول كده في السي بلس بلس اقول لك اكس بتساوي 5. حط 5 على طول في الاكس. لكن لما اقول لك اكس بتساوي واي انقل القيمه اللي موجوده في الميموري لوكيشن واي جوه اكس. الميموري لوكيشن مين؟ اكس. اكس. يبقى انت عندك اثنين لود. اللود الاولاني ده لود بديتا وده لود من ميموري لوكيشن او من ميموري سيل. طيب 1 5 6 سي معناها ايه؟ بيقول لك ايه؟ ده بيبقى صيغته اللي هو عباره عن 1 الصيغه بتاعته 1 ار اكس واي 1 ار اكس واي الاوب كود الاوبريشن كود واحد والار ده ريجستر انت هتعمل فيه لود والاكس واي ده هنا ايه بقى؟ بيقول لك لود ريجستر ار اللي هو ريجستر واحد ولا ريجستر كام هنا؟ لا انا هنا خمسه 5 1 5 6 سي اعملها مابنج اعملها تماثل مع 1 ار اكس واي شوف هو بيقول لك ايه لود ريجستر ار اللي هو ريجستر 5 5 ما هو 5 ده لوب كود 1 ده لوب كود لوب كود لوب كود يعني 5 دي لوب كود صح؟ لا 1 ده لوب كود ده لوب كود اللي هو ال1 ال1 تيبل هنا عندي ايه؟ اللوب كود واحد ده معناه ايه؟ لود لود ريجستر ار ار ريجستر ار اللي هو هنا كام؟ 5 5 يبقى ريجستر 5 يعني دي معناها لود لود ريجستر 5 with bit buffer found memory cell whose address is x y انت هتحسبهم اكتر من حاجه، انت عندك اللي هنا عندك ده لوب كود ده ريجستر ده الميموري لوكيشن اللي هتحول منه ده الايه الميموري لوكيشن ايه؟ اللي هتعمل له لود، هتعمل منه لود اللي هياخد هتحط في ريجستر فده لود ريجستر 5 وده ايه؟ لوب كود ده خلاص هو الحوار ده تاني فاليو الميموري اللوب كود ده بيبقى دايما رقم واحد؟ لا في اثنين لا اقصد يعني رقم واحد ايه؟ اقصد رقم يعني بيبقى رقم واحد بس بيبقى رقم واحد بس مش اللوب كود ده اللي هي الاوبريشن كود؟ بالظبط لا رقم واحد هي عمليه رقم واحد الكود بتاعها اللي هو رقم واحد بتاعها لود من ميموري لوكيشن يعني انا هكلم الدكتور السطر ده من هو الاوب كود بتاعه الاوب كود واحد امشي انا في الكود بتاع الاوب كود واحد دور على واحد واحد صغير واحد هقول له لود ريجستري كذا لود ريجستري
اس ار والبيت باتن فاهم الميموري سيل هو ادرس اكس واي الصيغه العامه 1 ار اكس واي دي الصيغه العامه ده سامع عندنا اللي هو 1 اكس واي صيغه الانستراكشن بتيجي ازاي 1 ار اكس واي دي الصيغه العامه الصيغه الخاصه حسب المساله بتقول ايه 1 5 6 سي نعمل مابنج نعمل مابنج ازاي يبقى ده ار وده الاكس واي دي من ماكو لا هي 1 تبقى بالشكل الشكل بتاع الماشين اللي هو جاي هنا البتاع 1 ار اكس واي 1 5 6 سي يبقى ار هو 5 ار 5 يبقى ريجستر 5 اعمل له لود بالكونتنت بالمحتوى اللي موجود في الميموري سيل كام 6 سي حتى هو مديك اكزامبل بيقول لك ايه 1 4 اي 3 1-4-A3 الإكزامبل عطول موجود أو صادق What could the contents memory cell located address A3 to be placed in register 4 تمام؟ فهنا دي لو أنا عادي دي لو أكتبها أشرحها بقول نود register 5 with value in memory address 6 C تمام؟ ترد فاين بس with value in memory address 6 سي 6 سي تمام هنا عندي دي مفهومه دي لا في حد عنده مشكله فيها اللي عنده مشكله يقول 1 5 6 سي دي معناها انا انتوا هتعملوا كده ازاي رحت هتجد امسكوا بقى الشفره دي فكوا بقى الكود ده ازاي تبتدوا تعملوا 1 تبص على الجدول 1 دي معناها ايه دي الصيغه العامه بتاعت الانستراكشن 1 ار اكس واي الصيغه الخاصه حسب المساله 1 5 6 سي معناها لود 1 دي معناها لود اصل في 2 لود لاحظ بص الكتابه في ايه 2 لود 2 دي ورشه كنت بتاعها كام 1 1 دي معناها لود من ميموري لوكيشن لود هات الداتا من ميموري لوكيشن حطه في الريجستر اللي موجود الريجستر الار هنا كام ريجستر كام 5 احنا عندنا 16 ريجستر تمام تسيد الماشين لا تمام حدف عندنا 16 ريجستر من 0 لاف من 0 لاف تمام فهنا عندنا دي لود ريجستر 5 وذ فاليو ميموري ادريس 6 سي تمام الامر اللي بعد كده يعني لما جينا دكتور هنعملها ترانزليشن كده لا ده ريجستر ترانزيشن كده عشان نفهم الاول لسه ممكن اكتبها سيمبوليك اكتبها سيمبوليك ازاي السيمبوليك بتاعها اكتبه ازاي اكتب ار 5 رمزي ميموري ادرس الشخص 6 سي ايوه كده رمز رموز سيمبوليك بالرموز تكتبها في السي دي كود تمام تمام هنا عندنا دي بتكتبها هنا بشرح علمي مش عادي لكن دي بتكتبها سيمبوليك طريقه السيمبوليك انك تكتبها في سيمبولز تمام سيمبولز تمام ما تكتبش قبلها نود ولا حاجه تكتبش قبلها ايه لا لا دي معناها كده لود دي معناها انت حاطط ام حاطط ام 6 سي ده معناها لود لود من ميموري حاطط ام معناها اختصار ميموري ميموري 6 سي خد منها الكونتنت الموجود في السيل دي حطه في ريجستر 5 دكتور احنا بنعمل اثنين يعني بنشرح الاول في الجزء ده وبعدين نعمل اذا طلب منك السمبوليك تعملها سمبوليك اذا طلب منك تشرحها كده اشرحها كده هو بصراحه ده يعني تمام على حسب ما تطلب الامر اللي بعده 1 6 كام 1 6 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 بص على الشخص بص على الشخص نفس اللي فيها بالظبط ليه ايه؟ لود
ليستر كام بقى؟ 6 ليستر 6 والفاليو ان ميموري اسس 6 دي 6 دي والسمبريكس بتاعها ايوه 6 6 دي صح6 in register 0 معناها في الميموري خزن في الميموري على طول ستور معناها خزن في الميموري اما لود في لود في فاليو
من مكان في الميموري. فسروه. فانا ستور ايه؟ بس. بيت باتل، فانا لسه ار حطه في الميموري السيل عايز افتح اكس واي، يعني هو شكله كده، زي اللود بالظبط. هو شكله عبارة عن ثلاثة ار اكس واي اكس واي. يبقى له ستور ايه؟ زيرو. الاكس واي الار 6 في الريجستر. 6 اي في الريجستر زيرو. ريجستر زيرو ميموري سيل 6 اي تمام. وادي هنا الميموري سيل 6 اي حط فيها ريجستر كام؟ زيرو ار زيرو. اخر حاجه عمرو ده خلاص هترجع لي كل طول هو بسرعه سي 0 0 0 ده اللي هو الستوب او الهارت او الاكزيت بالظبط تمام. الهارت او الستوب هو موجود هنا اهو سي 0 0 0 سي ده معناه هارت هارت اكسكيوشن خلاص بتاع اكسكيوشن ده اكزيت تمام او هارت. كويس. سامو كده هو لوز من لوز العمل لود القيمه الموجوده في الريجستر 5 القيمه الموجوده في الريجستر الميموري سيل 6 سي دي ميموري سيل 6 سي يعني دي كل بعدها 6 دي يا قيمه مثلا بس اي قيمه ما اعرفش قيمه كام يا قيمه هنا القيمه دي عملها لود في الريجستر 0 وبعد كده عمل لود للقيمه الثانيه اللي في 6 دي في الريجستر كام؟ عند 6 6 ريجستر 6 وبعد كده جمع ريجستر 6 وريجستر 5 ريجستر 0 وبعد كده خزن ريجستر 0 فين؟ في ال 6 اي كان بيعمل عشان يعمل عمليه الجمع عمل تاتا انستراكشن العمليه دي كلها عشان يجمع الرقمين دول تمام؟ هنا طلعت النتيجه بقى بتاعتهم اهي دي كان بيجمع كل الهدف من ده ان هو يجمع هو عمل ايه؟ يسحب القيمه دي من الميموري ويسحب القيمه من الميموري ويعملها في ريجستر ويجمع في ريجستر وبعد كده خلص الفكره لان مفيش حاجه اسمها جمع في الميموري العمليات كلها منطقيه او رياضيه بتحصل في السي بي يو الميموري بس بتهولد الداتا والانستراكشنز لكن اللي عمليات الجمع وعمليات المنطقيه بتحصل فين؟ في السي بي يو مفيش حاجه اسمها جمع في الميموري او طرح في الميموري او كلام زي كده. اتفضل ده الهارد الهارد اللي هو سي 0 0 0 دي الهارد هارد معناها نهايه الاكسكيوشن خلاص انتهى التنفيذ انتهى يعني خلاص انتهت العمليه تمام معناها خلاص ان هو يبتدي يشوف ما خدناش وقتنا على اللود الثانيه ليه؟ اللود الثانيه قصدك قيام ولا قصدك ايه؟ لا كنت في اللود في اثنين لود ايوه لسه جاي ما تقلقش ما تستعجلش على نصيبك تمام ادي عندنا هنا السيمبوليك فورم دي سيمبوليك فورم اهي تمام ودي هنا بسيدو كود بسيدو كود ودي سيمبوليك فورم يعني بدل ده هو ده هنا بسيدو كود بدل الشرح ده بالانجلش تمام ده هنا سيمبوليك فورم بتاعتك. طيب دكتور اتفضل بعد ما نعمل هيجي لك هتحدد لك بالظبط بعد ما نعمل ستوب او غلط الريجستر بقى بتفضل اول ايه بالظبط بعد ما جزء من الكود بيتنفذ ايه اللي بيحصل بقى المشكله لسه هتفضل فيها الداتا بس لما تيجي الداتا الجديده خلاص ماشي بس هو الديفولت بتاع يعني بعد خلاص اتنفذ البرنامج الريجستر نفسها بقى ايه اللي بيبقى فيها؟ بيبقى فيها موجود فيها الداتا القديمه طب ما هو موجود فيه داتا برضه في الميموري برضه ما الميموري نفس القصه يعني انت عندك في السي بلس بلس لما تحدث فاريبل جديد بيبقى موجود فيه قيمه من الاول ماشي يا دكتور هي البرنامج بتاع المتنفس دلوقتي الموجود دلوقتي على الميموري نفسها الريجستر نفسها بعد ما الجزء من الكود ماشي تفضل فيها الداتا يجي برنامج جديد هيكتب فوقها مش مشكله بيعمل اوفر رايد عليها اوفر رايد على طول هنا السؤال ده سهل جدا بيقول اكتب ده احنا بنكتب لاحظ هنكتب ايه؟
بنكتب هنا رايت فول انستراكشنز ان اكشوال بيت باترن رايت ده من انجلش سيبك من انجلش اكشوال بيت باترن بتكتبها بيت باترن فوق كل واحد في 4 بيتس لان هو الاستراكشر كام بايت حسب اللي هيبقى فيه الماشين عندنا 2 بايت 2 بايت 16 بيت 16 بيت ف 4 0 في 4 بتحطها فوق ال 4 فوق ال 0 فوق المسافه فوق ال 4 الثانيه والبي اي دي اي بتحطها كل واحدة والكلام اللي الكلام اللي تحت ده اللي هو الشرح بقول لك اشرح اشرح بالانجلش بس انا مش شرح بالانجلش تمام دكتور حضرتك مش موضحها يعني طيب مش هجيب لك رايت لان الاستراكشر عباره عن كام؟ 2 بايت 2 بايت 2 بايت 16 بيت ودول كل واحد فيهم بياخد 4 بيت 4 في 4 16 تمام هو هيكس ليس حاول الباينر ده انا بقول لك اكتب باينر رايت فور اكشوال بيت باتر اكتبها في صوره بيت باتر تمام هو ده المكتوب في ده المكتوب ده المفروض يعني هو الجهاز شايف ده الجهاز شايف ده ده بيتحط في الاستراكشر ريجستر ده بيتحط في الاستراكشر ريجستر اللي بيتحط هو ده وبعدين بنوضح الاستراكشر نفسه الاستراكشر نفسه اه طيب البروجرام اكسكيوشن احنا قلنا الماشين سايكل او السكشن سايكل فيتش ديكود اكسكيوت ويخلص السكشن ده ويدخل على السكشن بعده برده فيتش ديكود اكسكيوت في فرق بقى لو قلنا ممكن السكشن مع السكشن شغال في السكشن بتاعته يبتدي بايب لاين في السكشن جديد او بارلل مع بعض في هايبر ثريدنج في مالتي كور اتفضل عملنا الرايت والاكس اللي اسمها كانت عندنا عملنا كومبايل تعملوا كده يا جماعه عشان نسمع ونفهم كلنا اسيوم ايه اسيوم ده البروجرام السكوب من الميموري من ذا فولوينج تيبل تمام هنا عندنا ده الادرس دي السيلز دي الادرسز بتاعت السيلز الادرس بتاعت السيلز اللي عندنا السيلز بتبتدي في اي 0 اي 9 تمام وعندنا كل سيل ده المحتوى بتاعها 1 5 6 سي 1 6 6 دي 5 0 طيب هنقسمهم انستراكشنز اول حاجه تعملها ايه؟ تاخد كل 2 بايت انستراكشن مع بعض كل 2 سيل انستراكشن واحد مع بعض يعني 1 5 6 سي 1 5 6 سي 6 دي 6 دي الارقام اللي ميموري اول حاجه هنعملها هي ايه ناخد كل احنا عارفين الاستراكشر ريجستر عباره عن كام 2 بايت 2 بايت السيل محتواها كام حسب الماشين المفترضين عندنا الماشين الافتراضيه يا جماعه افتراضيه الماشين هنا بتقول ان السيل حجمها كام 1 بايت السيل الواحده حجمها 1 بايت طب الاستراكشر بياخد 2 بايت عندنا هنا الاستراكشر بياخد 2 بايت السيل حجمها 1 بايت يبقى الاستراكشر محسوب على كام 2 على 2 سيل يبقى كل 2 سيل هناخدهم مع بعض دول الاستراكشر دور الانستراكشن ودور الانستراكشن ودور الانستراكشن ودور الانستراكشن ها دي مشكلة أنا عندي دي السيل ده الأدرس بتاع السيل السيل أدرس وده السيل كونتنت المحتوى بتاعها في الميمو أنا عندي الانستراكشن ريجستر في السي بي يو عبارة عن 2 بايت فانا هاخد كل 2 سيل
دي بايت دي بايت يبقى دول عملوا انستراكشن. يبقى اذا الانستراكشنز اللي عندنا هتبقى ايه؟ 1 5 6 سي 1 6 6 جي 5 0 5 6 3 0 6 اي نفس الكلام منهم من شويه 0 0 دي السكشنز اللي عندي. اهو خد كل خد كل اثنين مع بعض. لا مش فاهمها دي. فاهمها في ثاني. ها؟ لا مش فاهمها. انا هاخد كل اثنين كل اثنين ست، احنا قلنا كل اثنين ست هناخدهم مع بعض. دي هنا. دي الادريسز بتاعت السيلز، دي الكونتاكتس بتاعتها. تمام؟ المفروض هي انا هاخد كل اثنين مع بعض. يبقى الانستراكشن مقسوم على الانستراكشن مقسوم على 2 سيل. الانستراكشن مقسوم على 2 سيل 5 5 6 سي 1 6 6 دي. تمام؟ طب محسوب له كام من الشرح؟ طيب في ترجم بقى فين الشرح؟ انت بقى نشتغل نفس طيب بعد كده ممكن نقول يعني نود 6 جي من ار 5 ميموري ادريس 6 سي. طيب هنا اه 5 فيها ميموري ادريس كام؟ 6 دي 6 دي بعدها نود اسمبلي هذا الكود لا مش الكود بس الكود اسمبلي لا هنا دي ايه اد ديستر يعني اد ديستر 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 5 ديستر 6 مش كده انا خلاص احنا بنكتب اول حاجه ديستريشن ديستريشن بنكتب اول حاجه ديستريشن اللي هو بنحط فيه نتيجه فده معناها ار 5 بحط فيه كام ار ار 0 بحط فيه ار 5 زائد ار 6 عايز نكتب العلمين دي كلها لا انا بشرح حلو بس حسب ما يطلب اذا طلبت منك تكتبها ما طلبتش خلاص هنا ار ستور هنا ستور 0 فين 6 ميموري ادريس 6 هي الستور اصلا في الميموري على فكره يعني مش لازم تحط الام بس انا الستور اصلا في الميموري ام 6 ار 0 اخر حاجه ايه ليس سي 4 0 سي 4 3 0 في حاجه تانية كده لا كده خلاص كده خلاص انت وصلت اللي هو للسي 3 0 اه لا ان هو يعني هيقول حاجه قبل حاجه تانية لا خلاص هو كده خلصت البرنامج لا هو جاهز لسه لسه كله في ايه؟ ده 30 ورقة 60 ورقة بس 60 سلايد 60 ورقة 60 سلايد ده اللي هو الستة دي لسه طالع طيب ده برضه عم تفرد عليه بره الشرط في
موجود في المحاضرة الكلام ده كله. شوف هنا ده عشان تبقى كويس برنامج في شغل. A4 5 0 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